في حديثه لصوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس بأن أزمة المحروقات اليوم تعود لسببين أساسيين. الأول هو عدم وجود الكميات الكافية لدى الشركات المستوردة بسبب تأخر مصر في لبنان بفتح الاعتمادات لإفراغ البواخر المحملة بالبنزين والمازوت. والسبب الثاني هو عدم وصول الكمية الكافية من البنزين إلى محطات المحروقات. في فرق بين حاجات السوق واستهلاكه وبين الكميات اللي عم توزع من قبل الشركات. وقت منقول نحن حاجات السوق انه ليكون وضع طبيعي تقريبا بحدود 6 مليون لتر بنزين بالنهار، عظيم. الشركات عم توزع اوقات 7 و8 و9، امبارح 12 مليون، يعني الشركات عم تحط حاجات السوق. لو ما في كميات عم بتضيع على الطريق بس تطلع من خزانات الشركات، ما كنا منلاقي هالطوابير وقطعة البنزين بالمحطات، لأنه عم يتوزع كميات بتكفي. مش هناك عم نقول الكميات اللي عم توزع بالسوق مش عم توصل كلها على عند أصحاب المحطات، مش لأنه بنزين غير المازوت. البنزين المازوت فيك توزعيه بالمستشفى، فيك توزعيه للمولد، فيك توزعيه بالبيوت. البنزين ما بيتوزع على السيارات إلا من خلال المحطات. مش هناك مفروض ونشدت وزارة الاقتصاد انه اعملي شغلك يا وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد هون بحيي المدير العام الاستاذ محمد ابو حيدر اللي عم يشتغل على الارض بطريقة مظبوطة. وزارة الاقتصاد عندها الاليات وعندها الصلاحيات اللازمة لتضبط هيدا الموضوع. يعني بصير في مرافقة، يعني مثلا ايه مراقبة، بصير في طلعت هالشاحنة من الشركة المستوردة نعم وبدها تتوجه على هيدي الشركة، طب ما هون كمان مش دور الموزعين، مش في مسؤولية على الموزعين. أنا ما بدي فوت باتهم حدا. أنا عم بحكي مع حضرتك، يعني مش هي لازم أنا 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 ما بدي اتهم حدا. على وزارة الاقتصاد هي تشوف شو بدها. أنا اللي بدي آكل عنب ما بدي أقتل الناطور. أنا زلمي عم أقول في شركة إكس وزعت 1 مليون لتر للسوق. هالمليون لتر هودي مفروض يروحوا عند المحطات، لا يروحوا على التخزين، لا يروحوا على التهريب، لا يروحوا حتى عند شو اسمه، يبقوا بالصهريج يبقوا واقفين على الطريق. هودي المليون لتر اللي وزعتهم هالشركة مفروض يروحوا يتوزعوا ينحطوا بخزينات أصحاب المحطات. وزارة الاقتصاد عندها كل الأطر القانونية واللوجستية لتقدر تتأكد أنه هالمليون لتر وين راح. فيها تعرف، عندها طرقها، فيها تعرف انه هاو المليون شغلتها مش شغلتنا. نحن مندل على المرض، مندل على الوجع، بس شغلتهم هن اللي يقولوا الحلول. دكتور بدي اسال حضرتك سؤال، برايك هون يعني بدي استغل وجودي، اذا يبدو ما في قرار، يعني هذا الحكومه لن تتحمل كره النار باعلان رفع الدعم او حتى ترشيد الدعم، يعني دائما بيقول حسن دياب انه هو بانتظار تشكيل حكومه واقرار البطاقه التمويليه لدي خد قرار. طيب برايك ماذا لو رفع الدعم؟ يعني قد ايه متوقع ان يصل سعر صفيحه البنزين؟ وهل برايك هو حل؟ ستنا فيك تقولي لي شو الفرق بين رفع الدعم وترشيد الدعم اللي عم بينادوا فيه وصار سلوغان؟ صح. انا عم شارك بكل الاجتماعات ما عم لاقي فروقات. ليه؟ لانه ما حدا عم يعمل شيء على الارض. هلا فرق لغوي اكيد في فرق لغوي شيء طبيعي، بس عمليا على الارض لا عم نرشد ولا عم نرفع، وقاعدين كل الوقت بنرفع من رشد، لا بدنا نرشد، لا ما بدنا نرفع، بس بالنهايه لا عم نرفع ولا عم نرشد. وراح اوصل لك، لا عم نرفع ولا عم نرشد. مش هناك انا عم اقول للحكومه احسمي امرك، قولي شو بدك. في عالم على الطرقات، طوابير عم بتدبع صرايح قتلة ليكو الوضع كيفو، مفروض تنزلي تقولي شو عم بيصير، لازم لقي حل. عظيم، بدك تبقي بسياسة رفع الدعم ما في مشكل، أمني دولارات أنت ومصرف لبنان للاستيراد، بس ما فيك تقولي أنا باقي برفع الدعم وأنا ما بدي أمن دولارات للاستيراد، لأنه الوضع هو هيك، بدنا نستورد للبلد، ماش قادرة تأمني دولارات
بدك تروحي على رفع الدعم، بدك ترشد الدعم مثل ما بدك. انا طرحت مبادره، كم يعلقوا عليا قولوا ما بتسوى، قولوا هيدا عملوا غيرها. انا طرحت مبادره، اعلني عن سياسه رفع دعم وقسمي على 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر اللي هني، ونزلي تدريجيا هيدا الدعم بالتزامن مع اقرار بطاقه تمويليه، مع توفير الاعتمادات للاستيراد، مع ضبط الكميات انها تروح كلها سوا لحتى توصل للمحطات. على وتاني شغله، تكوني ساهمتي بطريقه مباشره بانك انقذتي الموسم السياحي اللي ناطر المغتربين يجوا لينعشوه. واذا كان حطيتوا انتم استعملتوا 600 700 مليون دولار لحتى خدمتوا هالفكره، ما المغتربين رح يجيبوا مليار وينعشوا لنا اقتصادنا. وبحسب البراكس، في حال رفع الدعم ووصل سعر صرف الدولار إلى 20,000 ليرة لبنانية، فمن المتوقع أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى حوالي 300,000 ليرة.